بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل معاكم المحاضرة الخاصة بالمومنتوم اكويجن وتطبيق والأمثلة اللي عليها وصلنا. قبلها شرحنا لكم هذه كانت مومنتوم اكويجن شنو الفكرة مالت معادلة الزخم، شلون نطلع الزخم، يعني الزخم بالاتجاه الاكس وباتجاه الواي. وشرحنا القوانين الأساسية اللي راح نحسب من خلالها الاف اكس والاف واي، اللي هو قوة الزخم، يعني بالنتيجة الاف يساوي جذر اف اكس تربيع زائد اف واي تربيع فيثاغورس اكويشن، نطبقها على المعادلة ونستخرج بها قوى الزخم بالاتجاهين، يعني اتجاه الاكس واتجاه الواي. الان وصلنا للاكزامبل، ناخذ هالاكزامبل اللي هو هذا. Example for the horizontal band shown in the figure below, find force exerted by water on the band. عندنا الشكل هذا اللي بتشوفوه، النقطة هاي الأولى نعتبرها نقطة أولى، بها 66 كيلو باسكال الضغط، diameter 900، بعدين الدايميتر يبدي يتناقص، يعني يصير بتقلص إلى أن يوصل لل 600. فعندنا هنا نقطة بال 600 وهنا نقطة عندنا بال يعني بال 900. الدايميتر بالبدايه 900، بعدين يصير 600، والانحناء مالته بزاويه 30. طبعا هذا هوريزونتال، يعني هذه دنباوع له من فوق، هاي توب فيو، ما ننسى انه هذا هوريزونتال. هذا تفيدنا الهوريزونتال من نجي نطبق معادله برنولي، لانه الزد 1 يساوي زد 2، فنرفعها من المعادله. زد 1 وزد 2 اثنين هن ينشالن من المعادله، انه ما له تاثير بعد شحنه الارتفاع ماكو، يعني اثنين هن هوريزونتال، النقطه الاولى والنقطه الثانيه. فعندنا تصريف يدخل هنا 2.38، هذا التصريف يدخل من هنا، حتدخل قوه عندنا ببرشر، اللي برشر هاي نحولها الى فورس، وبعدين عندنا فيلوسيتي ايضا تدخل وتخرج فيلوسيتي وتخرج برشر، لكن يخرج عكس اتجاه المي البرشر اللي يخرج. هذا شرح نظري. كبداية شلون نبدي نحل؟ احنا نحتاج بالنقطة هذه نحتاج بريشر ونحتاج فيلوسيتي، والزد 1 ما نحتاجه والزد 2 لانه هاي هوريزونتال، فنحتاج بريشر ونحتاج فيلوسيتي. البريشر موجود 66، والفيلوسيتي نقدر نستخرجها شلون؟ عندنا تصريف، نستخدم قانون الكونتينيوتي كويجن الكو يساوي في في الاريا. الاريا نقدر نحسبها من الدايميتر 900 باي دي سكوير اوفر 4، والكيو موجوده، الفيلوسيتي استخرجناها. فالبرشر بالنقطه الثانيه ايضا راح، بس نستخرجها لان الفي 2 هنا نفس الحاله، نقدر نستخرج الفي 2 من المعادله اللي هي معادله كونتينيوتي لكيو يساوي في في الاريا. فهنا فيلوسيتي اكو، برشر ما عندنا، فنستخرجها من المعادله. هذا الشرح النظري، نشوف شلون بدينا. اول نقطه الفيلوسيتي 1 هنا كيو اوفر اي، بعدين الفيلوسيتي بالثانيه كيو اوفر اي 2 هنا، بعدين نطبق برنولي كويجن بين 1 اند 2. هنا نرسم هذا الرسم، يعني نرسم شلون الفري بودي دايجرام. هنا يتمثل الفورس، العفو الفيلوسيتي يتمثل، شوف نفس اتجاه الجريان، يصير الفيلوسيتي في هوريزونتال وفي فيرتيكال. هاي نقاط واحد ونقطة اثنين، هنا V1 وهنا V2. نطبق برنولي كويجن بين 1 and 2. برنولي كويجن مثل ما شرحت يعني نظريا قبل شوية، نحتاج فيلوسيتي ونحتاج بريشر، لأن ذني معروفات الجاما والجي، وZ1 وZ2 هوريزونتال فراح تكنسلن، بقت الـ V1 والـ P2. الـ V1 معروف، الـ P1 معروف، الـ V2 أيضا يعني محسوب العفو، والـ V1 حسب. البي 2 راح يستخرج من هاي المعادله من الطريقه هاي 4.448، وهكذا هاي 66 كيلو نيوتن على متر مربع، وهنا متر مكعب، كيلو نيوتن على متر مكعب. اذا الوحدات متشابهه، ما عندنا مشكله بالوحدات. البريشر يطلع همين عفوا يستخرج بالكيلو نيوتن على متر المربع، يعني كي بي اي كيلو باسكال، يعني كيلو نيوتن على متر مربع اللي هو كيلو باسكال. فايل بي 2 استخرجناه.
الآن بعد أن استخرجنا الـ P2 نرسم هذا الرسم اللي هو هنا راح نقول ماكو بعد، يعني هذه الفورس هنا شنو P1A1 وهنا الفورس P2A2. الفورس اللي هنا تصير عبارة عن اثنين وللأسفل وللأعلى، يعني تتحلل إلى مركبتين، قوة أفقية هاي أفكس وقوة عمودية، وعندنا الزاوية 30 هي اللي راح نقدر نحسب من خلالها، يعني P2A2 ساين 30 هاي القوة، P2A2 كوساين هاي القوة. نخلي القوة اللي أنا أريد أحسبها أصلاً، يعني هو شنو الفكرة أنه نحسب قوة الزخم على البند، نخليها همين نحن هاي الحمراء FX والFY هذني اثنين نخليه، ونطبق قوانين اللي أخذناها يعني بالفيديو السابق أنه summation FX مجموع القوى باتجاه X يساوي رو كيو، السرعة الخارجية VX out ناقص السرعة الداخلية. طبعا summation هنا نهم أكون أهم summation، يعني بس احنا شلنا summation لأنه عندنا قوة واحدة ما عندنا قوة اثنين، في حالة قوة اثنين يكون هنا مجموع أو هنا المجموع. اوكي فنجي نقول مجموع القوى باتجاه الاكس، طبعا اتجاه الزائد اختارينا هنا، هاي تعرفوه من ميكانيك صف اول انه مش تاخذ شلون مجموع القوى باتجاه اكس ومجموع باتجاه واي وسميشن مومنت، هاي تاخذ ساين كونفنشن اتفاق انه هذا يا اتجاه هذا الزائد. فعندنا البي 1 اي 1 راح يصير زائد، والبي 2 اي 2 كوساين 30 راح يصير ناقص، والاف اكس راح تصير ناقص. نا الرو الكثافة، كثافة المي ألف، الكيو موجود بالمنطينية، الفي أكس أوت هذا الفي أكس أوت يخرج منه يعني في تو، همين في أكس أوت في تو كوساين 30 تصير، الفي أكس إن هذا هنا رأسا ما بي ساين وكوساين هو هوريزنتال، فنطبق الكلام هذا اللي إذا نحكيه. الأف أكس اللي هي البي 1 أي 1 هذا اتجاهه ناقص P2A2 هذا اتجاهه ناقص FX يساوي رو كيو V2 كوساين 30، هاي ال V2 هنا كوساين 30 ناقص ال V1 اللي هي هنا تكون ال V1 يعني VN، هذا ال V الداخلة وهاي ال V الخارج. الآن نسجل عفوا نعوض بالأرقام، ال P1 66 في 10 أس 3، هاي شنو 10 أس 3؟ هاي الألف، هاي تحويلية لأنه هاي إيش عندي الكثافة الرو هي ألف كيلوغرام على متر مكعب، فعندي مدام الألف بالكيلوغرام على متر مكعب راح النتيجة راح تطلع نيوتن، يعني نيوتن شو يساوي كيلوغرام في متر على ثانية تربيع، هذا اللي نيوتن، فعندي ما أنه كيلوغرام ومتر فراح يصير عندي الفورس بالنيوتن. زين هنا الفورس هو بالكيلو نيوتن، عفوا البشر بالكيلو نيوتن يعني كيلو باسكال، فأضربه في 10 أس 3 ألف أحوله إلى باسكال، حولته إلى نيوتن على متر مكعب، ليش 10 أس 3 مكانها هي الشكل، فائدتها يعني هذا السبب. الأريا هي مساحة دائرة 0.9 الدايمتر، فباي في 0.9 تربيع على 4 ناقص الـ P2 25، أنا قبل شوي حسبته في 10 أس 3 نفس الطريقة نفس 10 أس 3 شرحناها، هنا الأريا نفس الأريا هي يعني نفس الحساب القانون اللي حسبناه هنا، لكن الأريا بالنقطة الثانية هي دايمتر 0.6 في كوساين 30 ناقص FX يساوي الرو اللي هو الكثافة الكتلية للماء ألف، قال في حالة مائع إنه ننتبه نضرب في الريلاتيف دينسيتي، هاي ننتبه لها ما نغلط بيها إن شاء الله من تتغير بالامتحان أو بهومورك يجي. التصريف Q هو منطين إياها given 2.38 مضروب في ال V2 استخرجنا في كوساين 30 ناقص ال V1 أيضا استخرجنا، فمعادلة بها مجهول واحد FX استخرج يساوي ناقص FX يساوي ناقص، إذن FX يساوي 23747.4 كيلو نيوتن، تقسم على ألف يصير 23.7 كيلو نيوتن ذات، واتجاهه بالاتجاه اللي احنا فرضنا هذا الاتجاه. نفس الطريقة والاسلوب summation of Y يساوي rho Q VY out ناقص VY in، مجموع القوة باتجاه Y نجي نشوف القوة اللي عندنا وينها، هاي عندنا ما بيها قوة فهي صارت صفر،
عندنا قوة هنا، أي عندنا قوة هنا هذه اتجاهها للأسفل فتصير ناقص بي 2 أي 2 ساين ثيتا، ناقص بي 2 أي 2 ساين ثيتا زائد أف واي، هاي القوة عندنا، هاي قوة بي 2 أي 2 ساين وعندنا أف واي قوتين. هنا ما عندنا قوة لأنه الماء من دخل دخل باتجاه الهوريزنتال فقط. الرو كيو ثابت، الفي واي اوت، وين الاوت؟ هذا الاوت الخارج اللي هي كوساين يعني في 2 ساين 30 ناقص في واي ان، ما عندنا في واي ان هوريزونتال فناقص صفر. السادي الكلام اللي حكيته هذا راح نشوفه. فاف واي، اف واي للاعلى ناقص بي 2 اي 2 ساين 30 تساوي رو كيو في 2 ساين 30 ناقص صفر. تلاحظ انه عندنا بس قوتين، هاي القوه وهاي القوه دخلناها هنا، والاف واي اتجاه للاعلى حسب ان اللي فارضه صح، الفي 2 اي 2 للاسفل ناقص، والفي 2 ساين 30 اللي هي هاي تخرج منها، والفي ان صفر لان ما عندنا فيلوسيتي بالاتجاه شاقولي، عندنا فيلوسيتي باتجاه افقي فقط. البي 2 25 هنا هذا اللي راح يعني نعوض بالارقام. الاي 2 باي دي سكوير اوفر 4 في ساين 30 يساوي 1000 في 2.83، هاي الكيو موجوده وال10 في ساين، وهكذا نستخرج الاف واي تكون شنو للاعلى 17.8 كيلو نيوتن. هذا نقدر نقسمه 23، فالاف هي جذر اف اكس تربيع هذه 23.7 اللي هي هاي قسمناها على الف صارت 23.7 زائد 17، وبقت الثيتا تان انفيرس اف واي اوفر اف اكس، ويعني انت سؤال هنا انتهى. هذا الاكزامبل الاول. الاكزامبل الثاني اللي هو شويه بعد اكثر حاله يعني معقده، او خلينا نقول مو معقده، بي ديتيلز اكثر يعني، ان شاء الله مو معقده، وهذا السؤال امامكم بي ديتيلز اكثر من اللي راح. For the horizontal way shown in the figure below, find forces exerted by water on the bend. نريد الفورسز ايش قد على البند، يعني هاي البند اللي هي الانحناء. عندنا هنا العملية يعني عندنا العفو السؤال ب 2 ان يعني قوتين تدخل منفذين للتصريف خلينا نقول يدخلن بأقطار متشابهة 100 ب100 ويلتقن بمنطقة واحدة مشتركة وبقطر 200. فعندي هنا يدخل عندي كيو، هنا يدخل كيو ويخرج كيو منه. فهذه بها انحناء 30 وهاي 45. هنا حتصير عندي فورس همين، وهنا نفس الحالة تصير عندي فورس وفي. هنا تصير عندي الفورس وفي، يعني كل مكان به قوة وسرعة، هنا قوة وسرعة، هنا قوة وسرعة، هنا قوة وسرعة. وحسب الزاوية راح يصير القوة هنا يعني العفو البرشر في الاريا يصير فورس في الساين يصير قوة عمودية، البرشر في الاريا في الكوساين يصير شنو قوة أفقية وهكذا. كبداية شلون نقدر نحل؟ انه لازم كل نقطة عندي فيلوسيتي وعندي برشر على مود اقدر اطبق على مود اقدر اطبق السمشن اف اكس يساوي رو كيو رو كيو سمشن رو كيو في اوت ناقص في ان. هاي شلون اطبقها؟ لازم عندي القوة اللي هي الفورسز، يعني كل مكان عندي فورسز وعندي فيلوسيتي. الفورسز تجيني من البرشر في الاريا، هنا اكو برشر نقطة 3 بس هنا موجودة، ما عندي برشر بنقطة واحد ولا برشر بنقطة 2. فكخطوة أولى لازم أطبق برنولي كويجن بتوين هنا المنطقة أسميها مثل هاي واحد، وهنا أسميها مثلا 3، وبعدين أطبق 2 و3 فأستخرج واحد، يعني مرتين أطبق برنولي كويجن على مود أستخرج أستخرج البرشر. بالتالي هذا البرشر يفيدني ضربه في الأريا، ضربه في الساين تطلع قوة أفقية، ضربه في الكوساين قوة افقيه، العفو اضرب بس قوه شاقوليه عموديه افقيه. هذا الحكي هسه حكيناه، نشوف الكلام مالتنا شو راح نقدر نطبق. اول مره نحدد هذا واحد، هاي مهمه بالبدايه، شنو نسوي؟ نحدد الارقام 1 2 3 حددناها، بعدين نجي نقول في 1
نستخرج الـ velocities اللي هي Q over A، نستفاد من الـ Q اللي داخل هنا 30. عندنا بكل مكان لازم عندي V و P، pressure و velocity، على مود أقدر من الـ pressure أستخرج الـ force. فالـ V نستخدم قانون الـ continuity equation اللي هو Q يساوي VA والـ V يساوي Q over A. فالـ Q هنا 30 لتر بير ثانية، LPS يعني لتر بير سكند، قسمه على ألف ونضربه، نقسمه على ألف صاب متر مكعب بالثانية، فهذا الـ Q، نقسمه على الأريا اللي هي الـ pi d square over 4، فهذا القانون 0.03 جاية من 30 على ألف صاب متر مكعب. الأربعة هاي كانت بالأسفل pi، يعني الأريا pi d square over 4، الأربعة صعدت وطبقنا هذا الـ V1. V2 بنفس الأسلوب، نستخرج V2، بعدين الـ Q اللي هي بالنقطة 3 ما عندي Q، لكن أقدر أني أقول الـ Q3 هي جاية من 1 و2، مجموعة اثنين يصبن بـ pipe 1، فأجمع الـ Q بنقطة 1 و Q بنقطة 2، أستخرج Q3، هذا Q3 جمعتهم. ما دام عندي Q3 وعندي diameter، إذن الـ velocity بنقطة 3 همين استخرجتها. أجي هسه أحتاج فورس، الفورس يجيني من البرشر، البرشر بيجيني من برنول إكويجين، أطبق برنول إكويجين between 1 and 3، 1 and 3 برنول إكويجين، تصير عندي المعادلة بهالطريقة Z1 و Z2 إنشال، Z3 رفعا لأنه هذه horizontal، فيبقى عندي V1 و P1 لازمين علما، ال V1 استخرجتها منها، ال P1 ما عندي، أريد أنا أستخرجها من هاي المعادلة. الـ V3 عندي استخرجتها هنا، والـ P3 عندي من السؤال منطيني إياها، فأطبق يعني أعوض وأستخرج الـ P1. نفس الأسلوب أطبق البرنول إكويجين بين 2 و 3 اللي هي هنا، بين 2 هاي و 3. هنا سويت فري بودي دايجرام جديد، وخرت القديم، خليت هنا القوى مالتي، هذه راح تصير عندي P1 A1 سميتها، وهاي الفورس سميتها P2A2 لأنه هو الفورس البرشر في الأريا، وهنا سميتها P3A3 صارت هاي تسمياتها، وهنا هذني الـ Fx والـ Fy أنا فرضتهم على مود استخرجهم. فنفس الأسلوب عندنا 2 و 3 على مود نستخرج، نستخرج البرشر بنقطة 2، شون سوينا برنولي بين 1 و 3 نفس الأسلوب. الآن جهزت عندي كل البيانات والمعلومات اللي أحتاجها على مود أطبق المعادلة اللي هي summation fx سوى rho q vx out ناقص n و summation fy rho q vy، إن على مود أستخرج ال vx وال vy هذن الثنين على مود أستخرجها. فأجي summation fx عندي القوى باتجاه x، هذه p2a2 كوساين 45 وياها، وعندي هنا همين p1a1 كوساين 45 وياها، وعندي هنا P3A3 ما بيها لا سين ولا كوسين، هي أصلاً أفقية، هذه ناقص تكون وذن يكون الزائدات بالزائد، هذني عندي ثلاث قوى بس. واللي يساوي لي رو كيو VX out، الأوت هو منا الأوت بس واحد اللي هي V واحدة بس، الN عندي اثنين، فالفيلوسيتي N راح ينجمع، لكن مين ينجمع؟ أنا انتبه أنه ال V اللي جاية منها تكون اتجاهها للأسفل، والV اللي جاية منها يعني الV1 العفو هي اتجاهها للأسفل، وV2 اتجاهها الأعلى، فذنين جمعا جمع يعني واحدة ناقص اللخ على مود تطلع المحصلة مالتهن، يعني summation نسوي بيناتهن، وإشارتهن حتكون ناقص دي قدام، لأن هذه N، لأن V out ناقص VN، شوف هاي V out ناقص VN، هذا الحكي اللي شيته عايدة يعني عيدة بالأرقام هنا، P1A1 كوساين 30 هاي، P1A1 كوساين 30 هذا اتجاهها مضبوط من نفس الاتجاه زائد 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 P2A2 هم كوساين بس مو 30 45 عمالتها، P2A2 كوساين 45 هاي جماعتها، ناقص ناقص هذا اللي ينعكس هذا الاتجاه اللي فرضته Fx، ناقص عفو P3A3، والاف اكس شلون تفرق ثاني بعدين ندخل اف اكس اللي انا بدي احسبه، ناقص اف اكس تساوي رو رو كيو 3 في 3 هذه اللي هي اوت، هذا رو كيو 3 في 3، هنا فصلت البو كيو يعني ما فصلت، دخلت البو كيو عليهم كلهم،
لان عندي تشعب صار. اثنين اوب واحد فلازم افصل ادخل العفو ما افصل. دخلت الروكيو عليهم. فروكيو 3 في 3 ناقص بين قوسين هذين الاثنين اللي هن شنو؟ روكيو 1 في 1 كوساين 30 زائد روكيو 2 في 2 كوساين 45. هذا زائد لفوق وهذا ناقص للاسفل. العفو جمعتهم جمع يعني جمع جبري رو كيو 1 في 1 كوساين 30 لان هذه هنا زائد رو كيو 2 هذا الاتجاه مالته اتجاه هذا الشكل وانه اصلا يعني اتجاه واحد فينجمع لان انا باتجاه الاكس باتجاه الاكس عندي هذه الفي 1 وعندي الفي 2 هذا الفي 1 وعندي الفي 2 اتجاهات وحده فرو كيو 1 في 1 كوساين 30 اللي هو هذا زائد شوف هذا اتجاه هيجي وياه من هذا وهذا اتجاه هالشكل بي 2 اي 2 العفو رو كيو 2 في 2 كوساين 45 الناقص هاي من القانون وهنا زائد 2 هن لانه 2 هن بنفس الاتجاه فهاي النتيجه مالتهن هنا نعوض بالارقام نعوض بالارقام نستخرج اف اكس نفس الاسلوب الاف واي الاف واي عندنا ناقص بي 1 اي 1 ساين 30 زائد بي 2 اي 2 ساين 45 نرجع للاف واي الاف واي عندنا هذه القوه اللي هي للاعلى بي 2 اي 2 ساين وهاي للاسفل بي 1 اي 1 ساين وعندنا هذه الاف واي للاسفل هم ناقص تصير شوف هذه فعندنا ال P2 A2 هو زائد لأن الاتجاه الأعلى وال P1 A1 sin 3 اتجاه للأسفل ناقص ناقص F Y تساوي صفر شنو هذا صفر ال V out شوف ال V out صفر ماكو V out بالاتجاه الأفق العمودي ماكو في صفر ناقص V in V in موجود باتجاه شاقولي واختلاف الاتجاه مال تبعه شلون تكون هنا اختلاف ناقص هاي بالقانون هنا رو كيو 2 في 2 ساين 45 ناقص رو كيو 1 في 1 ساين 30 ليش؟ لانه الفي النقطة واحد تكون الفيلوسيتي مالتها للاسفل فصارت ناقص ورو كيو 2 في 2 ساين 45 زائد هذه بالارقام هنا نزلناها طبعا هذه بعد الارقام معروفة الالف منين جتي نشرحها ما يخالف هنا البي 1 الاي 1 هي اللي هي باي دي سكوير اوفر 4 زائد البي 2 هذه الاي 2 ساين 45 الالف هذه الالف رو في بوينت 003 اللي هي كيو 2 اللي هي 3.4 لتر قسمناها على الف والفي 2 استخرجناها احنا من ال هاي بوينت 433 استخرجناها في ساين 45 الالف اللي هو الكثافه الكتليه والكيو اللي هي 3 على 1000 0.03 صارت 30 العفو 30 لتر كان 0.03 تصير في ال V1 3.8 احنا استخرجناه في الساين هنا يطلع لنا الاف واي بعدين الاف ار هي جذر اف اكس تربيع زائد اف واي تربيع والاف يساوي جذرهن اللي هو الثيتا تاني انفيرس هنا هسه عندنا يعني نتوقف هنا الفيديو على مود لا يكون المدة طويلة ونكمل بالفيديو القادم إن شاء الله.